النشاطات المدرسية واحدة من أهم لبنات بناء وتهيئة جيل سيحمل على عاتقه بناء وطنه يوما ما. تربية محافظة واسط أخذت على عاتقها أن تؤسس لخطوة في هذا الاتجاه من خلال افتتاح معرض الفنون التشكيلية والحرفية والرسم الحر، بعيدا عن إهمال الحكومة لأجيال البلد المتعاقبة. المعرض الذي شاركت فيه نحو 50 مدرسة ابتدائية عبر فيه الأطفال من خلال لوحاتهم عن حبهم لوطنهم ومدى تعلقهم به، فكانت تجربة لتعزيز شخصية الطفل وفرصة لاكتشاف قدراته بنفسه. تم افتتاح المعرض السنوي لمدارس الابتدائية والتي شاركت به أكثر من 50 مدرسة ابتدائية، وهنالك اتضحت للجنة التحكيم وللحضور كم كبير من المبدعين من فلذات أكبادنا الذين يرسمون حب الوطن والولاء للوطن. تربية واسط ارتأت أن تكون مشاركات الطلبة خالية من أي تدخل من قبل أساتذتهم لصقل إمكانياتهم ومهاراتهم في مجال الرسم. وهذا الاختبار طبعاً بدون تدخل أي أستاذ يكون أو معلم للتربية الفنية، لأن حتى يبين إمكانية الطالب بهذا الموضوع. طبعاً أفكار لوحاتهم متنوعت ما بين حب الطبيعة إلى حب الوطن إلى آخر من الأفكار. من جهتهم عبر الطلبة عن فرحهم بمشاركتهم في هذا المعرض الذي مكنهم من التعبير عن أفكارهم واستخراج طاقاتهم، وربما ساعدهم في تقديم الشكر من خلال هذه الرسوم لمن كان لهم يد عون يوما ما. معرض أقيم بمحافظة واسط على مود الطلاب يشوفون رسومهم ويطورون برسومهم، وهنا طبعا المعرض فارغ من المعلمات. أنا لوحت رسمته وهو هذا الأستاذ أكرم مدير النشاط ودعمني هواي طبعا رسمته. تجربة تربية واسط خطوة مهمة، ولكنها يتيمة في بلد غفل سياسيوه عن تعزيز عوامل النهوض واكتشاف الكفاءات والنخب ودعمها من أجل فسح المجال واسعاً أمام تأسيس مثل تلك المشاريع الخلاقة.